أكد وزير الخارجية سامح شكري دعم مصر لدور منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإساسكو، وخلال لقائه مع المدير العام لمنظمة الإساسكو سالم المالك على هامش زيارته للمغرب، أكد شكري ما توليه مصر من أهمية للتعاون مع المنظمة في تعزيز مختلف مجالات عملها، وتقدير مصر لجهود المدير العام في تعزيز المهام المنوطة بالمنظمة. We'll be right back.